قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمس بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر رعاه الله، وذلك بقصر سمو رئيس الوزراء بالرفاع. وقد استعرض جلالة العاهل المفدى مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عددا من الموضوعات ذات الصلة بالشأن المحلي. وأكد جلالته أن مملكة البحرين ماضية بعون الله وبخطى ثابتة نحو المزيد من التنمية والتطوير، دوها الأمل بمستقبل أكثر إشراقا بعزيمة أبنائها وإسهامهم الفاعل في مسيرة العمل الوطني، مشيدا جلالته بالدور الكبير الذي تطلع به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تبني الرؤى والاستراتيجيات التي تعزز مسار النهضة والتطور في المملكة. ومؤكدا جلالته على أهمية الملتقى الحكومي الذي يعد أحد النماذج المبتكرة في تطوير العمل الحكومي وأحد العناصر التي شكل دعم سمو رئيس الوزراء لها نجاحا لأهدافها، ومبادرة مشكورة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. لافتا جلالته إلى أن المسار التصاعدي في التطوير الذي تتبناه الحكومة برؤى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وإسناد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء يبعث على الارتياح وينعكس إيجابا على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. قد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن عظيم شكره إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى على زيارة جلالته الكريمة، وعلى ما يبديه جلالته من دعم وإسناد مستمرين للحكومة للاطلاع بدورها في مسيرة العمل الوطني، مؤكدا سمو أن هذا الدعم سيظل دوما باعثا نحو المزيد من الإنجازات الحكومية التي تعزز مسار التنمية وترتقي بالواقع الخدمي المقدم للمواطن. لافتا سمو إلى العزم الأكيد على مواصلة العمل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة.